نبدأ إن شاء الله التسجيل تحت الحصة اليوم، كما هو موضح على الشاشة عندكم. هذا الإكزام، وهنا عندكم الأوبجكتيف اللي شفناهم مع بعض بالأمس: Understand and use the essential tools, creating simple shell script, operate running system, configure local storage, create configure file system, deploy and maintain systems, manage network topic, manage user and group, and manage security, manage container. هذه المواضيع إن شاء الله اللي راح نطرقولها بالتسلسل. كل نقطة إن شاء الله محطوطة في الأوبجكتيف راح نشوف عليها أمثلة بإذن الله. إن شاء الله راح يكون بهذا التسلسل، ليست بمعنى أنها دورة تكوينية من الصفر مثلا كيف تستعمل لينكس. راح نتطرق لهذه الأشياء، راح تكون من الصفر لكن بتسلسل الأوبجكتيف المحطوط على الريد هات سايت. أوكي، الشيء الثاني اللي تكلمت عليه هو ريد هات فور ديفلوبر. أوكي، ريد هات ديفلوبر، تدخلوا على redhatdeveloper.com، ويمكن واحد يكون عنده ريد هات سبسكريبشن، ويمكن له يحمل الابديت بصفة عادية بأي من غير أي تكاليف. هذا من المفروض أنه معظم الناس تعرفه، لكن إذا ما تعرف لأول مرة يشوفه، هذا السايت موجه للديفلوبرز، معناته كل البرودكت عند ريد هات محطوطة بصفة مجانية لمن يريد التعلم. أوكي، معناتها إذا حطيت ريد هات راح يكون عندك أكسس لريد هات كونتين ديليفري، ويمكنك تحمل التحديثات لأي شيء: ريد هات، أوبن ستاك، أوبن شيفت، أنسيبل، كل الساف، كل اللي عنده علاقة بالريد هات برودكت. إذا هذه هي نقطة الانطلاق إن شاء الله. تدخلوا على هذا السايت، يطلب منك داونلود ريد هات ات نوت كوست، يطلب منك بالطبع حساب، يمكنك إنشاء حساب وتتكل على الله. الشيء الثاني، كنا تحدثنا لأنه حصة البارحة كان التسجيل فيها مذبذب، أكثر الأوقات كان الصفحة بيضاء. في هذه الحالة ما راح أرفعه، هذا راح أعمل بس الآن تلخيص اللي شفناه البارح على الشهادة. قلنا أن الشهادة سيستم أدمنستراتور، ريد هات سيستم أدمنستراتور، هو اختبار للمترشح معارف ومهارات ضرورية المشتركة بين كل التوزيعات من المفروض. حتى لو كنت تشتغل على أوبنتو ما في مشكلة. أوكي، وهي مدخل المسار، اي ما صار عند ريد هات. اوكي، كنا تحدثنا انه اول سيرتيفيكيشن عند ريد هات هو RSA. اوكي، الشيء الثاني اللي يجي بعدها الارش، هذه موجهه الانسيبل اكثر، هذه موجهه للسيستم لينكس. اوكي، لازم يكونوا الاثنين علشان يكون عندك RSA valid. اوكي، لازم تاخذ السيرتيفيكيشن بتاع الاثنين علشان يكون ان شاء الله السيرتيفيكيشن تاعك valid RSA. بعدها تجي RSA باذن الله،
وهي معناتها الـ RSCE اللي هو يتضمن الـ RSCI زائد خمس certification expertise. اوكي، انت تدخل على السترادات وتاخذ اي سيرتيفيكيشن تشوف انك ملم بالموضوع اللي انت داخل عليه، يمكن واحد يوصلها بسهوله. يمكن انك تتخصص في لينكس، تتخصص في الكلاود، تتخصص في ستورايج، تتخصص في الديفوبس، تتخصص في الديفلوبر كلاود وكلاود نايتف. هذه كل واحد على حسب القدرات. الشيء المهم أنه الشهادة تتطلب الكثير من الاستعداد قبل الامتحان، بس بالتطبيقات مش الدراسة فقط، لأنه إذا أخذت بالحفظ راح يكون صعب أنه تجوز الشهادة، لأنه الشهادة 100% لاب. أوكي، الشهادة 100% لاب. وكنا تحدثنا على سؤال يطرح من عند أغلب الناس، ما الفائدة من الحصول على هذه الشهادة؟ وكنت ركزت على نقطة مهمة، وهو شهادة RSCI هي مدخل لشهادات لينكس. في شهادات أخرى، فيه LPE هو تنظيم آخر يعطي شهادات بأسماء أخرى، LPE 1 2 3، لكن الأكثر اعترافا بها في عالم الشغل هي RSCI. مش معناته أن الـ LPE مش شهادة، لكن في نظري أنا RSCI أحسن، يبقى رأيي الخاص. وهي بالنسبة لبعض المؤسسات نقطة فاصلة في اختيار الناس متوجهين للحلول الخاصة بالأدوات، بالمنتوجات نتاع الأدوات. أوكي، شيء ثاني، مش لازم واحد يحط في باله أنه إذا أخذ RSCI معناته أنه الشغل مضمون. هذا خطأ كبير. الشغل شيء وتطوير المهارات شيء ثاني. في ناس كانت بدأت بشغل لا علاقة بلينكس وفي نفس الوقت بتحضر شهادات لينكس، لما صاب نفسه أنه جاهز أنه يغير المجال غير، لكن كانت عنده المؤهليات اللي يغير بها. أوكي، وشفنا أنه الطريقة اللي لازم واحد يتعلم بها، عندكم الأوفيشال دوكومنتيشن أوكي عند ريد هات، ولا اليوتيوب. اليوتيوب فيه قناتين مشهورتين، الأولى هي قناة عبير حسني، أستاذ عبير حسني ومحمد عيسى. المرة الثانية أعيدها، أنا ما تبعت الكورسات هذه علشان أحكم عليها، وأنا أصلا هم أسماءهم سابقتهم، لست بالشخص الذي يمكن الحكم عليهم، لكن بيقدموا عمل كثير مفيد. هذا الشيء الثاني. ولا الناس اللي عندها المؤهلات أنها تروح على عند الكورس أوفيسيال في الـ RSCI، الـ RS124، RS134، هذا من أجل RSCS. أوكي، ولا تختصر بالأراش 199 إذا كنت من مستعملين لينكس، بعدها تفوت الأراش 94 لتحضير الأراسي. أوكي، هذا هو الباث الأول اللي ممكن يدخل عليه أي واحد. أوكي، ما في أسئلة في هذه النقطة؟
الآن نروحوا للشيء اللي تكلمنا عليه، هو هذه الدورة لازم لها تطبيقات، علشان واحد يتبع التطبيقات لازم على الأقل تكون عنده فيرتوال ماشين، وهذه الفيرتوال ماشين حطها على أي تطبيق محاكاة، كان فيرتوال بوكس، في ام وير ورك ستيشن، ولا أي شيء ثاني، ولا كافي ام فيرتوال مانجر، كل واحد وعلى حسب النظام اللي يستغل عليه. لازم على الأقل 2 في سي بي، أوكي، من 2 لـ4 جيجا رام، الأحسن هو 4، أوكي. الديسك الأول 10 جيجا من أجل السيستم، هذا أقل شيء يمكن تثبت عليه ريد هات لينكس، وإذا أمكن 2 أو 3، 1 جيجا علشان اللابات ستوريج راح تكون موجهة ناخذ بها لابات ستوريج، يمكن واحد يضيفها حتى من بعد ما في مشكلة، ويمكن إضافة نتورك كارد إضافي علشان تعمل عليه لابات الشبكات ولا النتورك. أوكي، راح أعطيكم الآن طريقة تحضير هذه الفيرتوال ماشين. أنا راح أحضرها إن شاء الله على فيرتوال مانجر، خليني أجاوب بس على سؤال. سعر الامتحان هو $450، ويمكن تعمله من البيت مباشرة، أوكي. ما في فوتشر أخي، هذه حكاية الفوتشر مع كان عند رادرات، ما في فوتشر، في بس يمكن تشتريه مباشرة أو عند أي مركز امتحان يكون عنده التفويض من ريد هات. اوكي، خلينا نشوف الان. اوكي، راح اعمل الان نيو ماشين مثلا عندي، كل واحد والطريقه اللي راح يعمل بها انشاء. انا استعمل فيرت مانجر اللي يكون لما تثبتوا ريد هات او توزيعه ثانيه من لينكس يمكن الحصول عليه فيرت مانجر. لازم يكون على الاقل ريد هات فيرجن 8.2 8.2، اوكي، لانه الاكزام يكون من 8.2 واكثر، مش لازم تستعملوا 8 8.1 و 8.0. ركزوا على هذا الشيء، من 2 وفوق، من 2 وفوق، لأنه الامتحان راح يكون على 8.2، أوكي؟ راح أحط هون 4 جيجا و2 في سي بي، أوكي؟ هذا يمكن واحد يحط 2 جيجا، لكن راح يكون عنده بعد ثقل، بس إذا خاصة إذا شغل عليه الواجهة المرئية والانترفيس جرافيك. يمكن تستعمل أوبنتو، لكن بعض الفايلات وبعض الكومنت تتغير، مش كلها، خلينا نقول 2-5% ويمكن تتغير. أنا اللي أنصح به أنك يكون عندك ريد هات أو سانت أوس. هون راح أعمل بس 10 جيجا، أوكي، راح تسميها مثلا راسي سا، أوكي، وتحط فينيش. أوبس،
أنا حاطط واحدة أخرى هذه، بس راح يجيكم أول. من الأحسن تعمل تاست إذا كنت أول مرة تستعمل الأيزو اللي عملت له تحميل، أول مرة من الأحسن أنك تعمل تاست ميديا، أوكي؟ وبعدين راح ننطلق في التثبيت، أوكي؟ لا مش شرط الياس، مش شرط 8.5، 8.2.3 أحسن، خليكم في 8.3.2 أحسن، أوكي. راح الآن يبدي إن شاء الله التثبيت، أوكي، جيكم واجهة التثبيت، حأعطيكم فيها الأشياء اللي لازم واحد يحطها. راح أعمل شير للتاني لأنه أنتم ما تشوفوا حاجة ثانية. المفروض الآن بتشوفوا التحديث، أوكي. أنا بس خلينا نعود الخطوات، أوكي، لأنها لم تظهر. أعملك كيف على راح أعمل ستوب، أعملها ديليت، أوكي، وانشئ واحدة جديدة. خلينا نشوف واحدة جديدة تشوفوا فيها عشان نعمل عليها السكرين شوت. المفروض تكون هذه الآن ظاهرة. نعم أيضا. نعم شكرا. أنا استعملت 8.2 من الأحسن، لأنه هنا راح أثبت 4 جيجا وحط 2 VCP، أوكي. بعدين نروحوا على الديسك، الديسك مش مهم، 10 بس للسيستم. بعدين تضيف الديسك الآخر، أوكي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ من فضلك، هذا الديسك اللي نضيفه مور ما نكملوا الانستالاسيون اللي نضيفه إلى نقدروا نزيدوا، هاي دوك نشوفوا هذه من بعد نشوفوا على حسب البرنامج محاكاة اللي تستعمله، أوكي. على حسب برنامج هذا فيرتوال مانجر راح نشوفوا فيه كيف واحد يمكن يضيف ديسك بعدين، ولا حتى نتورك. نعم شكرا. الفرق بين الايزو دي في دي والايزو بوت هو انه الايزو بوت بس يعطيك الاكسس انك تبدل التثبيت، وعندما يبدل التثبيت وتعمل سيلكشن اي شيء راح تعمل له تثبيت، مختلف الحزم والباكيجز اللي لازم ثبتها راح يتصل مباشرة على انترنت علشان يجيب الباقي. هذا الفرق بينهم، لأنه الإيزو بوت أصلا يكون فيه 500 ميجا أو أقل، بس الإيزو كامل في كل الحزم اللي يمكن واحد يكون فيها يستغنى على النات علشان يعمل تثبيت. أوكي، أنا تعطيها اسم على حسب ال، إذا كنت حابب تضيف الناس اللي تستعمل فيرت مانجر، إذا كنت حابب تضيف الديسك تضيفه وتعمل كوستمايز كونفيجريشن بيفور انستال، ما راحش يبدأ التثبيت، راح يبعتك النافذة أخرى لإضافة الديسك مثلا ولا أي شيء آخر، أوكي. بالنسبة لينا مش مشكل، راح أعمل
puis الآن جيكم أول شاشة. أول شاشة كنا تحدثنا على التاست. التاست لازم واحد يقوم به. إذا كان عندك أول مرة عملت تحميل للأيزو، أوكي، إذا كنت استعملتها من قبل ما في مشكلة، تعمل انستال مباشرة، راح يعطيك واجهة التثبيت ونشوفه الأشياء اللي لازم تغيرها، وفي أشياء لازم ممكن أن نخليها بديفولت، تخليها على الديفولت. أنا من أجل ربح الوقت أنا قمت بتحضير السيرفر، وهذا بس راح نعمله عليه ستارت انستليشن واعمل ديليت، اوكي، علشان نربحوا شويه وقت. نبدأ الان. اول شيء اللغه، وعلى حسب لوحه المفاتيح اللي عندك ولا الكايبورد واللانجوج اللي حابب تشتغل عليه، عربي مثلا ولا انجليش ولا فرنسي، كل واحد. الشيء المهم انه لازم واحد يحط توقيت الخاص به، اوكي. اذا حاب تضيف كايبورد جيت تضيفه من هون، اوكي. بالنسبه لي عندي كايبورد انجليش، مش مشكل. الشيء الثاني installation source، إذا حاطط ISO boot لازم هنا الـ installation source يكون internet or server، لازم تحطه على server تاني. مستحيل أنك تعمل installation كامل من البوت ISO، بس يعطيك هذه الواجهة لما تعمل أول begin installation أو بدء التثبيت راح يتوجه الانترنت او الميديا اللي عملت عليه سيلكشن. الشيء الثاني هو الانستاليشن ديستنيشن، هنايا خليوها ديفولت، غير مهمه في الاكزام، ما راحش ندخلوا في تفاصيلها، ما بهم. الشيء الثاني هنا انت إذا حابب تعمل بس سيرفر من غير واجهة مرئية خليك على سيرفر، إذا حابب تعمل مينيمم انستاليشن هذا بيعطيك أحسن طريقة أحسن طريقة لتثبيت الخوادم، أنك تبدأ من الصفر وتبدي بالإضافات الحزم على حسب الاستعمال. إذا كان عندك هذا السيرفر راح يكون بس علشان فيرتواليزيشن، يمكن تعمل اوبتمايزيشن وتستعمل مباشره فيرتواليزيشن هوست، وراح يقوم بتثبيت الا الحزم التي لها علاقه بالمحاكاه ولا بالفيرتواليزيشن. احنا راح نخليوها مع الواجهه المرئيه لانه اغلب الناس تستعملها، خاصه اذا كان واحد مبتدئ. هنا لازم تدخل على النتورك، تعمل كونفيجريشن مثلا. هون راح اعمل كونكشن بالدي اس سي بي، اذا حابب تعطي ستاتيك اي بي ادرس تدخل هون وتدخل تغير طريقه اعطاء العنوان، اوكي. يمكن تبدل اسم السيرفر، اي اسم راح يتبدل هون، اوكي. هذا اللي يمكن انك بهذه الطريقه عندك سيرفر عادي يمكن تحضر به شهاده RSSI، اوكي، وتعمل begin installation راح يبدا التثبيت. انت في هذا الوقت يمكن تضيف الروت
باسورد. اوكي يمكن تضيف يوزر، وهذا شيء اذا حابب ان اليوزر يكون عنده ميزات الروت ولا اللي نسميها سوبر يوتيليزاتر ولا ادمنستراتور باستعمال السيدو، لازم تضيف له ميك ذيس يوزر ادمنستراتور. اوكي وتعمل اوكي وراح يكمل الانستالايشن. لينا انا راح اعمل له فورس اوف لانه ما عندي حاجه به، ولما بتكمل معاه راح نشوفه. طريقه لما يبدا راح اعملكم تشير بس. غير شير. اوكي راح يجيكم هذا المنيو، قائمة اختيار. الاولى هي السيستم بحد ذاته، الثانية نستعملوها في حالات الريسك. اوكي اذا كان عندك مشكل في الاكسس ولا مشكل في الفايل سيستم ولا اي مشكل ما بيخلي السيستم يطلع عادي، ندخل على الاختيار الثاني. حالتنا راح ندخلوا على الاختيار الأول، وفي هذه الحالة عندكم الأكسس الآن على أوكي لما يعطيكم الأكسس تدخل بالباسورد اللي حاطه على مرحلة التثبيت. اوكي وهكذا عندكم شيء ممكن تستعملوه لتحضير شهادة الأرسياس. تدخل على اكتيفيتي، هذا اكثر شيء راح تستعمله هو هذا ولا الفايرفوكس، من غيرهم في الاكزام ما راح يكون عندك حاجة لشيء اخر. يمكن انك تعمل مثلا فري ماينس اتش، هنا تعطيك نبذه عن استعمال الذاكره الحيه او الميموري. هذا الميموري اللي اعطيناه، هذا المستعمل حاليا، والفري شفتوا الفري 2، معناتها ب2 جيجا يمكن تستعمله، لكن طريقه شويه راح إذا زاد الشغل على السيرفر راح يكون في مشاكل ويبدأ في السواب. هذا السواب أخذه هو بطريقة أوتوماتيكية لما عمل تقسيم قرص الصلب ولا الديسك. أوكي أنا عشان نعطيكم بس فكرة عن سبب استعمال. إذا شفنا df touch h ماينس اتش، وانا راح نشوفه حاليا استعمال الديسك. احنا اللي يهمنا هو هذا، لانه الثاني هو البوت فقط بيعطيه على ستاندر بارتيشن. راح نرجعوا لمعنى ستاندر بارتيشن بعدين. واذا شايفين هون عندكم ويجيجا اعطاها للسيستم حاليا يستعمل منها 4، وعندك 4 يمكن القوم عندك 4 الاخرين هي اشياء اخرى ليست لها علاقه بالاكزام. اوكي اللي يهمنا هو هاد 2 حاليا. وهكذا عندك ماكينه يمكن انك تحضر عليها. الشيء الثاني في الاكزام، الشيء اللي نأكد عليه هو استعمال فيم الكونسول. اوكي الكونسول تدخله على الاس اس اتش.
رايحين لانه شيء مهم كثير، راح نبداو بالاس اس اتش. اذا انت مثلا في الاكزام راح يكون عندك الفيزيكال ماشين اللي هي يكون عليها الاكزام، هذه ما عندك عليها اي اكسس، ويكون عندك في ام ولا اثنين ولا ثلاثة على حسب الاكزام. مثلا عندي في ام 1، في ام 3، في ام 3. انا طلع الكونسول على الاكزام، كونسول بتاع الاكزام، واعمل SSH على الفي ام اللي حاب اشتغل عليه. اذا كان عندي اكثر من واحد ما بضيع وقت، في نفس الكونسول افتح كونسول ثاني وطلع عليه الفي ام الثاني، وكونسول ثالث طلع عليه الفي ام الثالث. اذا جاني سؤال على الفي ام الاول ادخل للبانل الاول، اذا جاني على الماكينه الثانيه ادخل على البانل الثاني، وهك هذه طريقه لواحد يضبط بها الوقت، يضبط بها الوقت ويكون ان شاء الله عنده الوقت انه تربحوا شويه وقت، لانه 3 ساعات اذا ما استثمرتها بطريقه عقلانيه يمكن انك يفوتك الوقت والاكزام يجيك سهل، لكن للاسف ما بتقدر تكمل كل الاسئله لانه استغرقت وقت كثير وضيعته في اشياء تافهه. هذا الشيء الان لما نحكي على الاس اس اتش. سؤال جل ولا ممكن؟ اها تفضل. الاكزام بازي على كافيام؟ لا، هذه ما لا علاقه لها. انت اللي يهمك، انت اللي يهمك انه راح يعطيوك سيرفر تشتغل عليه. حطوك على كافيام، حطوك على الفي ام وير، ما يهم هذا، لا علاقه مع الاكزام. سي ترانسبارون. لا علاقه، لانه الاكزام المشين اللي يكون عليها الاكزام هذه تكون اصلا على ريد هات. على ريد هات، وانت ما عندك اكسس عليها، عندك اكسس فقط على الاشياء اللي تقدر تستعملها، الكونسول ولا مثلا الفايرفوكس ولا شيء البديهيات في الاستعمال اليومي لاي سيرفر. لكن كل الاكزام راح يكون على فيرتوال ماشين، لانه هما ما بدخلهم في الفيزيكال ماشين. اوكي، شكرا. الان نشوفوا كيف واحد يدخل على الاس اس اتش. معناتها انت عندك الفيزيكال، عندك هون الفيزيكال ماشين، وراح تعمل اس اس اتش على اي في ام كان. اوكي، ما هي الاشياء اللي لازم واحد يحضرها؟ اذا ما حضروهما لازم انت لازم تحضرها، وتكون اكثر لازم تاخذ البيبليك كي من الفيزيكال ماشين تحطه على الفي ام. اوكي، اذا طلبوا منك انه اليوزر يكون مثلا بويدا، راح تبعث البيبليك كي على بويدا، وهذه نفس الشيء حتى في اي سيرفر راح تعمل اس اس اتش كوبي اي دي. اوكي، اليوزرز ات الفي ام ولا الاي بي تاع الفي ام. اوكي، احنا راح نجربوها مع حاليا في عندنا في اللاب. مثلا انا عندي لاب حاليا، راح ادخل على هغير الشير. اوكي، انا عارف انه اليوزرز
في السيرفر هو RSSI، معناتها أنا أتصل به بهالطريقة RSSI dot مثلا والاي بي ادرس، انا راح اخذ الاي بي ادرس الماكينه اللي عندي. اوكي، هذا اول شيء راح تتاكد من السيرفر انه السيرفر اللي انت داخل عليه هو السيرفر الفعلي، ويكون عندك هنا فينجر برينت يمكن تتاكد منه، ويطلب مني الباسورد. انا راح اعمل ودخلت على السيرفر، انا الان ما اروح على الفي ام اصلا، ما اروح على الجرافيك، كل شيء هاي الدي اف اللي شفته قبل هو هون، الفري مايس اس اللي عملته هو نفسه له. لكن هذا دخلت له باستعمال الباسورد، انا رايح انزع حكايه الباسورد وراح استعمل الاس اس اتش جايد. هو اي يوزر يمكن انشاء هذا الاس اس اتش كي ولا بيبليك اند بريفات كي يوزينج، تستعمل اس اس اتش كي جان مباشره. اوكي، لما تعمل اس اس اتش كي جان راح يعطيك في الفولدر ولا في الملف بوينت اس اس اتش اي دي مثلا، ها اي دي ارسا هذا والاي دي ارسا بيبليك. اوكي، ما تاخذوا بالكم في هادو، هادو اشياء خاصه بي. اوكي، شو راح اعمل؟ اس اس اتش كوبي اي دي من عندي، اذا مغير المكان الكي البيبليك كي يمكن تستعمل ماينس اي وتعطيه الباث جديد، اذا هو في ال اذا هو حاطه على الديفولت فولدر ما بهم. ارش سي اس اي والاي بي ادرس. اوكي، يطلب مني الباسورد لآخر مرة، وهنا يقول لك تأكد إنها بهذا الطريق. يمكن ترفضها مباشرة منه أصلا، ما تكتب، كونك ذكي في التعامل مع ال... وهنا دخلت مباشرة بدون استعمال من بدا تحولت. لا، في ملاحظة هنا، يمكن تكون يوزر عادي اذا كان السين في التيرمينال دولار، معناتها انا داخل بمستعمل عادي ليس السوبر يوزر او ما يسمى بالروت. علشان تعمل اسكليشن وتغير من يوزر عادي ليوزر عنده بريفيليجز، سيدو ماينس اي ماينس اي، لانه حطينا احنا في الانستليشن انه هذا اليوزر ار اس اس اي هو عنده الروت بريفيليج على باستعمال السيدو. راح استعمل باسورد وتشوفوا انه الاشياء تغيرت، اللي هي السين ورجع الشباك، والاسم المستخدم اللي رجع روت، وهو هذا اخطر يوزر على السيستم، اخطر يوزر على السيستم، لانه عنده اكسس على كل شيء في السيستم، عنده اكسس على كل شيء في السيستم. من الاحسن انك تدخل على اي سيرفر بيوزر عادي، وفي حاله انك احتاجيت تكون سوبر يوزر، واذا عندك مثلا مهام تقوم بها تحتاج اسكليشن، هذه الحاله يمكن تعمل سيدو مباشره وتعمل الامر ولا الكوماند، ولا تدخل مباشره على السوبر يوزر تستعمل سيدو. اذا رحت اكزيت هنا، شو عملت؟ اكزيت خرجت من السوبر يوزر. اذا عامل اكزيت
اكزيت يمكن هذه بس براكتس ما بكتب اكزيت كنترول دي مباشرة هذه أربح فيها وقت في الإكزام كنترول دي كنترول دي معناتها أنك تعمل. واحد يعمل إكزيت حتى لو كنت سريع في الكتابة راح تعمل أربع حركة خمس حركات لكن بالكنترول دي حركتين وراح تربح واحد يقول لي أنه داش راح أربح دقيقة ثانية ثانتين لكن إذا كثرت من الأشياء راح تشوف لأنك خسرت دقائق لي بعض الأحيان أنت بحاجة بس لدقيقة عشان تكمل العمل أوكي هذا الشيء الأول اللي شفناه على إذا دخلنا على اليوزر راح أعمل SSH من جديد وشوف وشو عندي في الـ .ssh واللي أدخل له مباشرة عشان واحد يتمركز ويروح من فولدر لفولدر نستعملوا الامر السيدي ولا مشهور change directory يمكن التاكد من الملف اللي انت حاليا داخل عليه ولا الفولدر بالpwd شيء مهم لازم من وقت على وقت تستعمل pwd عشان تعرف انت في اي فولدر حاليا ويمكنك انك تعمل كوبي او تعمل موديفيكيشن على الفايلز من الفولدر المطلوب منك حذاري انك تنسى اي فولدر بتشتغل عليه هي نفسها نفس واحد بيقود سيارة انت مش مطلوب منك انك تشوف في المرآة كل ثانية لكن من الأفضل أن كل 10 ثواني 20 ثانية حتى اللي يقول لك 5 ثواني تشوف شيء يكون عندك فكرة عن طريق نفس الشيء في الترمينال ولا في الأوامر اللي تقوم بها إذا دخلنا بالألاس الألاس هي تعطيك محتوى الفولدر أوكي يمكن تغير نتيجة الأمر باستعمال الباراميترز مثلا إذا استعملنا دوت اي راح تعطيك كاشد فولدر اند فايل إذا عملت على مايس ال راح تعطيك أكثر معلومات عن الفايل لكن اللي يهمنا احنا الان بالنسبه للاساسات انه عندي فايل فقط اللي هو authorized key فرضا اني غلطه عملت ارام اللي هي تعمل ديليت ولا تحذف اي فايل الريبرتو ديركتوري ديركتوري نستعمله ماينس ار اوكي هنا عندنا راح نشوفه شو بيصير اذا انت خرجت من السيرفر وحبيت تدخل عليه من جديد راح يعمل يطلب منك الباسورد شوفنا الان وظيفه الاوتوريزد كي الاوتوريزد كي هو الفايل اللي محطوط فيه الببليك كي اللي بعته بالاس اس اش كوبي شيء ثاني راح نغير راح نبعتوها من جديد راح اعطيكم هون بس براكتس يمكن انك تعمل SSH كوبي اي دي وتعاود كل شيء ويمكن انك تعمل ستوري وتشوف اخر كوماند استعملته لكن افضل انك تعمل سيرش بحث في الستوري تعمل كنترول ار وتعمل SSH كوبي وشوفوا انا ربحت وقت كبير اوكي يمكن انك تعمل SSH بالكتابه وراح تضيع وقت كثير انسان اخر اللي هو عنده الانجينير بيهافيور لانك المفروض انك مهندس والمهندس عنده حركات خاصه بربح الوقت هنا راح نشوفه من جديد دوت SSH
أبس أنا داخل على ال أبس هتشوفوا إذا عملت كات اللي هي أمر ولا كوماند تشوف بيها محتوى الفايل أوتوريزد كي راح تشوفوا أنها فيها اثنين أوتوريزد كي لأني عملت مرتين أساسات كوبي أي دي. علاش نعطيكم فكرة أنه أساسات كوبي أي دي ما تفرق بين الشيء اللي عملته قبل وإذا فيه الأساسات ولا ما فيش على حسب مكان البعد. هذا الشيء اللي يمكن واحد يربح به وقت كذلك في الاستعمالات اللي تقوم بها وقت الإجزام. أوكي، هل في أسئلة على في الأساسات؟ شيء كتير مهم انت المهم عندك انك هذا الاول حليت فتحت فيه الاساسات الاول، هذا افتح فيه الاساسات الثاني مثلا مباشره الروت على السيرفر، وهي يكون عندي فكره هنا انا يوزر عادي، هنا انا سوبر يوزر، وتشوفوا الوقت اللي راح نربحها احسن من اني كل مره ادخل بسيدو ريد هات اكمل اعمل اكزيت استعمل كوماند استعمل فيهم اليوزر عادي بعد مده ارجع اعمل سيدو دوت اي. هذه بس براكتيس، شيء عملته على اليوزر عادي اعمله، حابب اعمله على الروت ادخل على هذه اشياء تخليك تربح تربح كثير من الوقت. What happens when we have multiple SSH key؟ ما يكون عندك مشكل، لازم بس لما بتعمل SSH لازم تعمل minus e واي فايل كي راح تستعمله، لكن هذه ما بدخلها في الـ في الاكزام، ما هي داخله في الاوبجكت. اوكي، الشيء الثاني الطاب tabulation هو اكثر شيء يمكن واحد يستعمله في الـ في لينكس بطريقه بصفه عامه. اوكي، ولا في الاكزام بصفه خاصه. اوكي، تعمل مثلا بي دبليو تابيليشن راح يكون عندك الاختيارات اذا انت نسيت الاسم الامر كامل. الشيء الثاني تابيليشن الطاب لازم تستعملها فريكنت، لازم تكون اول شيء يجي في ذهنك انك تستعمله بعد ما تدير اول حرف ولا ثاني حرف. اذا كان الحرف واحد راح تكون عندك الخيارات اكثر، من الاحسن انك تزيد شيء ثاني، هيك الخيار اصبح احسن. اوكي، سؤال the command to search مثلا انا حابب اعمل من جديد سيدو، عوض ما اعمل سيدو شو راح اعمل؟ كنترول ار كنترول ار. اوكي، واعمل سيدو يعطيها لي مباشره. اذا عملت بي راح يجيب لي بي دبليو دي، واعمل انتر مباشره. هذا الشيء اللي يخليك تتعامل مع الاستوري بصفة عقلانية وتربحك أكثر وقت، لأني أعطيكم بس براكتس على في الإكزام، كل ما ربحت وقت راح في الأخير يمكن أنك تعمل تشيك أي شيء عملته، بعض الأحيان أنك تكمل الوقت لكن ما عملت تشيك
وانت فاهم ان كل شيء عملته صح، ولكن اذا رجعت اعطاك وقت ورجعت وتشكيت العمل راح تصيب الاف الاخطاء، تركيز ثم التركيز ثم التركيز. اوكي، هذه الشيء اللي شفناه اليوم راح يكون، ما راح اطول عليكم. شفنا ريكاب للبارح، حصة البارح، الفائدة من الار سي اس، كيف واحد يحضر الار سي اس، الريسورسز اللي واحد لازم يشوفهم، كيفية تحضير الفي ام اللي واحد يحضر بها الشهادة، طريقة التثبيت، الريكويرمنت، اقل شيء يمكن يكون عندي علشان يكون ان شاء الله السيرفر متاح للتحضير للشهادة. شفنا الكونفيجريشن، شفنا الكونفيجريشن بتاع الاساساش وبعض الكوماند، كيفية التعامل بعقلانية ولا بذكاء مع الكوماند، كل شيء شفناه في هذا الحصة. والحصة ان شاء الله جاية راح ندخل في الاوبجكتيفز، راح نشوف الريديركشن ونشوف الكوبي ونشوف اشياء اللي داخله في الاوبجكتيف الاول. هذه ان شاء الله تكون للغد باذن الله.